بعدين يا قدري كنت بدك تضل مطنشني. يا الله لا يخليني اذا بخليك قاعد مرتاح. بسيطة الو قدري. اهلين ازار، خير يا طير؟ شو وين اراضيك؟ هون بالشام. وين بدي اكون يعني؟ ليش ايش في؟ لا والله ما في شيء، بس هلا من شوي عن على بالي الزعبوب. ايش هاد؟ الزعبوب الزعبوب، شو مو سمعان فيه ولا ما في منه بحلب؟ يا مو سمعان فيه، بس ايش جابه على بالك هلا؟ والله حبيبي مو انا اللي اجى على بالي الزعبوب، هذا البيبي اللي ببطني، ابنك يعني عبد القادر ولا نسيته؟ هلا عبد القادر هو اللي قال لك انه بده زعبوب؟ واخ على كهل النسوان. قصر الحديث، أنا بدي زعبوب هلأ هلأ، إذا ما بتجيبه أنت بتتحمل النتائج. يا على الله، أين نتائج؟ والله ما بعرف أي نتائج، يعني إذا إجا عبد القادر بوشه زعبوبة هي مو مشكلتي، ما بكفي رح يطلع بيشبهها كمان بوشه زعبوبة؟ خلص خلص ما بتعوق، هلأ بدورك عليه وبجيب. لا لا ما بتأخر. ماشي، أنا عم بستناك، بس بسرعة شوي. الله معك. ماشي يا قدري، لسه ما شفت شيء. والله إذا ما بخليك تمشي وتحكي مع حالك أنا ما بيكون اسمي هزار. واخ على نق النسوان وابه. يعطيك العافية لخاي. أهلين سهلين. بلاي عندك حبيب الأس؟ شو هاد؟ يا حرام مش قد غشيم، هلا ما عاد تعرف حبيب الأس؟ لغ الزعرور زعبوب. زعبوب؟ لا ما في. لخاي الله يرضى عليك، دور لي هون هون بركي بتلاقي، لأنه مرت أخوك أم عبد القادر حبلة وما بدي يطلع وحمة بنص وجه الصبي حبة زعرور أو حبة حبيب الأس. يا حبيبي قلنا لك ما في. طيب وين خرج ألاقي؟ شو بعرفني؟ رو دور. وليش عم تقاتل؟ يبعت لك حدفة بنص خلقتك على الحكي، كوباليحك بالبنجناية بفجك. ها وابه. أهلين قدري، كيفك؟ أهلين أسي لبنى، الحمد لله ماشي الحال. شو شايفتك هون؟ إن شاء الله رجعت الأمور على مجارية بينك وبين لا هزار؟ لا والله ما رجعت لمجارية، بس قال هزار عم تتوحم على زعبوب شيشاء ولا وفرط المعلاق. أيوة، إذا بدينا بالزعبوب معناتها الأمور ممكن تتطور أكثر من هيك. عكل منيح اللي شفتك، بدي حاكيك بخصوص النادي اللي شفته اليوم. الله يخليك يا أنسي لبنى، أجديري هذا موضوع النادي اللي بعدين. خايف تطلع الوحمة بوجهه لعبد القادر وتطلع له زعبوبة في نص خلقته. هي على راحتك. أنا قدري يا هزار. إيه أهلين أستاذ قدري، استنى شوي لأنه بدي ألبس شغلة علي لأني أنا مفرعة. مفرعة! أهلين. تفضلي مدام. شو هذا؟ هذا الزعبوب اللي طلبتيه. إيه بعده ماني قادرة أنا أشم ريحته. لا لك أنت شايفيه لكان، مو أنت اللي طلبتيه للزعبوب؟ ما بعرف كله أنت. هلا انا بدي على السريع السريع تنزل تجيب لي فريز، مو مشاني مشان ابنك عبد القادر، مشان ما تطلع بوشه فريزاية. لأمرك مدام. بسرعة إذا بتريد. الله معك. لسه ما شفت شي، ما شفت شي. بعد حد في لوحي بالنسوان، بجيب لها فريز بتقول لي جيب لي زعبوب، بجيب الزعبوب بتقول لي جيب يوسف افندي، هلا بروح بجيب لها يوسف افندي بتقول لي صار بدها مانجا. لغي مرحبتين شي شاء ولا وفرط المعلاق، يبعت له حد في لوحي بالنسوان، اروح قتل.
بعت لي حمى، جننته للزلمه.